سو اي ام باك يا ولد. السلسله اللي ما حد قدر يمسك انفاسه، السلسله اللي اعجبت الكل في اليوتيوب، اللي اتحدى ما حد ضحك عليها، سلسله نكت المتابعين. وبن امك تضربني مره ثانيه، شكلنا راح نطول بالسلسله لان السلسله مره حلوه. زي ما تشوفون هذه شخصيتي في العالم هذا. هذا ما يحدث عندما تشاهد الكرتون. انا تاجر مخدرات، اللي قراها مخدرات لايك. ليش ايش انا تاجر مخدات؟ ايش الدولاب ما يكفي ملابسهم، ولما تخرج ما عندها ملابس تلبسها. كيف؟ لا تسالني. اي والله يا اخي هذه من جد، انا لازم اتناقش معاكم يا البنات. يا اخي الشركات قاعده تضحك عليكم، انتوا لازم تمسكون نفسكم وما تشترون ملابس. المشكله مو في الشركات، المشكله فيكم. لازم تعدلون نفسكم، لو سمحت عدلوا نفسكم. سايلنت انجل، الملاك الصامت. حسب خبرتي في الحياة، إذا نتاك أحد بس ممكن تلاحظي، فاعرف أن هناك كارثة تهرب بما وجوده من قوة. كيوت جيرل. دائما أقول لأمي إذا جونا ناس لا تقعدين تأشترين تغمزين لي بعيونك، اكتبي لي بالواتساب اللي تبينه. قامت وكتبت لي شوف عيوني. إيش النكتة البايخة ذي؟ والله دايما أحس لو أجمعكم كلكم ونقعد نقول نكت، المجلس ولا الصالة اللي إحنا بنتكي فيها كلها كذا. ايش بنوته كيوت يا ابوي، انا احس قناتي صارت منتديات والله. ايش الاسامي ذي؟ يرحم امك. اكتبي اسمك بالياباني كيوت، فتاه لطيفه ترجمها للياباني. ويل مره طويل. تكتبينه بدل بنوته كيوت، كانك قاعده في البراري وتكتبين تعليق هذا. بنوته كيوت، اليوم 3/12 يعني عيد ميلاد موها. كل عام وانت مليان خير. ما ادري ليش استحيت، بس شكرا والله، ما في الاثنين جابوا لي هديه. جوجو تلال قلبس. قبل الزواج الشاب، طول عمري انا انتظر هذه اللحظه. البنت، هل تريد ان اذهب؟ الشاب، لا 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 لا. البنت، هل تحبني؟ الشاب، اكيد. البنت، سوف تخونني مع بنت ثانيه؟ الشاب، مستحيل، انا افعل هذا في حياتي. البنت، هل تريد ان تمسك يدي؟ الشاب، اكيد بكل فرصه ممكنه. انا اعرف وين راح تروح السالفه هذه، سالفه مسخه، ما ادري ليش احسها كذا. زبده، نكمل. البنت، هل تضربني في المستقبل؟ الشاب، هل انت مجنونه؟ او ماي جاد، نو نو، علامه استفهام، علامه استفهام، علامه استفهام. هل استطيع ان اثق بك؟ الشاب، نعم. البنت، حياتي. بعد الزواج اقرا من تحت لفوق. البنت، حياتي. الشاب، نعم. البنت، هل أستطيع أن أثق بك؟ الشاب، هل أنت مجنونة؟ هل تضربني في المستقبل؟ الشاب، أكيد بكل فرصة ممكنة. البنت، هل تريد أن تمسك يدي؟ الشاب، مستحيل، أنا أفعل هذا في حياتي. البنت، سوف تخونني مع بنت ثانية؟ الشاب، أكيد. البنت، هل تحبني؟ الشاب، لا لا لا. يا أخي أنت شوفوا أمكم، أنت شوفوا أمكم يا البنات، ترى في شباب كويسين لما يحبون بنت من جد يحبونها. تعالوا كلموهم، ليش تكلمون ناس ثانيين؟ اقدر انا احب مليون واحدة، بس ما اقدر احب واحدة ثانية غيرك. كل ما سوى نفسه كويس انتبهوا منه، لانه هذا ما ينضمن. خربتهم مخططات الشباب الحين يا ويلي. اوكي، طيب الحين اذا انت عندك حبيب اباك تروح تتاكدين من حبيبك، تدري ايش تسوين؟ اباك تسوين حساب في الانستغرام تحطين فيه صور واحدة اجنبية، بس مو شقرة. شقرة؟ لا، شعرها اسود عشان تبين انها عربيه. لا تروح تقول له ممكن اتعرف الحركات هذه، هذه مره قديمه. لا، روح يقول شلونك، شو اخبارك كذا، خش لها بالثقيل يعني، على اساس البنت ثقيله، على اساس حساب الكذب اللي انت مسويته يكون يعني حقيقي اكثر. اهم شيء تزرفين من بنت ترضى انها تنشر صورها زي الاجانب هذول. اكتبي له بالخاص شلونك، شو اخبارك، عندك سناب شات؟ وبس، اذا قال ايوه وارسلك سناب شات تعرفين انه نصاب. اسمعي، حط حسابك برايفت. وانت يا الولد اذا تبي تعرف البنت من جد صامله معاك وتحبك ولا لا، هذا شيء ما راح تعرفه، لانه البنات ما ادري كيف عليهم مخ، العيال على طول ينكشفوا، اما البنات والله يبالك مهاره مره عظيمه. البنات اذا ما كانت من نفسها هي تحبك وما تبغى احد غيرك، ما راح تعرف اذا هي تكلم غيرك ولا لا.
ما ادري كيف اشرح لكم بس ان الموضوع مره معقد. ما ادري كيف اشرح لكم. انا ما عندي تجارب سابقه، اللي عنده تجارب اكتب لي تحت في الكومنتات. محشش راح المحكمه، القاضي يساله انت متزوج؟ قال له متزوج حرمه. القاضي تستهبل يعني في احد يتزوج رجال؟ قال اخو. قال ايوه اختي متزوجه رجال. القاضي انتحر. بالله ديسلايك. محشش قبل لا يموت قال لهم تبرعوا بكل اعضائي الا المخ. سالوه ليش؟ قال معليش الذاكره فيها صوره عائليه. يا اخي انا ليش قاعد اضحك على نكته غبيه؟ واحده كاتبه الحصان له شعر ولا يمشطه واجمل من شعر البنات. ردت واحده الصرصور شنبه طويل وهيبته عندنا اكثر من بعض الرجال. عشان اوريكم الشنب ما له دخل. شو شنبي انا؟ انا اصلا كنت ببدا الشهر هذا تحدي اتحداك ما احلك شنبك او لحيتك لمده شهر كامل، وانا اقول لكم لو شهر كامل ما احلك بس يطلع شنبي اكثر من شنبك. تتحدى؟ تصمل؟ انت قدها؟ انت قدها؟ اذا تبون اسوي هذا التحدي اكتبوا لي اياه تحت في الكومنتات، وضغط زر اللايك على اي واحد يقول ابغى اتحداك تسويه. في نمله صعدت الجبل مدت رجلها ليه؟ لين ما خلصنا من نكت النمل دي تبي تطيح الطياره. انا اي نكته تعلق مخي ما راح اعطيها وقت زياده على اللزوم عشان ما تعلق مخي واسحب على ام الفيديو. محشش طلعت له حبه في راسه، قال له الدكتور تحككك؟ قال لا لا انا احكها. لا 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 انتم من جد وضعكم صار مزري اكثر. اخوي الصغير بعد ما قام من 10 رجال يبي يقلد ابوي ويقول انعم الله عليكم، قال لهم لعنه الله عليكم. يا اخي اي نكت فيها وصخه ولا فيها سب تضحك، انا ما اقدر امسك نفسي. لا تلوموني يا اخي. واحد بيرمي جواله بس الجوال ما طاح، ليه؟ لانه حاط وضع طيران. اقسم بايات الله، اقسم بايات الله بذا. لا تقول تنكت على امنا نكت احنا قلناها، خلاص اي نكته قلناها بالفيديو اللي راح خلاص صارت ميته. كنكمل. احلى شيء لما يجيك اشعار من قناه موها، تحس انه صار عرس. واحد يسوق سيارة دعس على البنزين والفرامل مرة واحدة، السيارة سوت سكرين شوت. إذا أحد جاي يقول نكتة أنت ترد عليه نكتة ولا فاصلة؟ فاصلة. هذه أكبر ورطة لما يقولوا للشرطي يدور مجرم صيني أساس أنهم كلهم يتشابهون فما يمدي يقفطوا. نعم. قصة قصيرة مؤثرة، رأيت عصفور فوق الشجرة وبعد 10 سنوات لما ألقاه. هذه النكت حقت الفيجيتيريان، فك أمنا منها ما نبغى نسمعها مرة ثانية. في اثنين يمشون واحد منهم شاف خفاش وسأل الثاني قال له وش ذا؟ قال فار لابس بشت. لا ما ضحك، أنا إيش ضحكت؟ في 3 أولاد وفي 3 برتقالات في سلة واحدة، كل واحد خذ برتقاله، بقت واحدة داخل السلة، ليش؟ الثالث ما خذ البرتقالة، لأنه قصير ما يوصل للسلة. إيش نكت الديسلايك؟ مرة في المدرسة تلاميذ كانوا قاعدين، جاهم أستاذ، بنت قالت يمه من جان هذا الكرع؟ شكل العراقيين كلهم قاموا يضحكون وأنا ما ضحكت لحد الحين. أنا لازم أتعلم عراقي. متى البنت ترتب غرفتها وتستغفر 100 مرة؟ إذا ضاع جوالها في الغرفة وهو صامت. ويلي من جد. هذه نكبة. لما تيجي البنت تحط روج أحمر وأسنانها صفرة يطلع علم إسبانيا. زي لما تجيك بنت تحسها متروشة ونظيفة وريحتها يا ويلي ريحة صابون، تجيك شعرها مزيت. الله يقرفك واخري عني، واخري عني لو سمحتي. واحدة أول ما جت على الدنيا علقوها على الحيط، ليش؟ اسمها ذكرى. قال لكم نكت الاسامي كثروا منها كثروا منها تغير جوي. ليش البنت الصايعه يزوجونها قبل المؤدبات؟ انا اقول لكم ليش، لان الناس اذا شافوا بنت صايعه يقولون الله يستر عليها
واذا شافوا بنت مؤدبه يقول الله يخليها لاهلها. جماعه الخير ركزوا بدعواتكم، ضيعتوا مستقبل البنات. محمد سوي جيم الاوفر واتش، اللي معي يحط لايك عشان ما هو يشوف. اذا تبغون اكتبوا لي تحت في الكومنتات، اذا وصلت اللايكات اكثر من 100 لايك على الكومنت نفسه انا راح اسوي الشيء اللي انتم تبغونه. هذه طريقتي. خلكم من سوالف الحب والنكت، بسالكم السفينه ترجع ريوس؟ ايش الشطحه هذه؟ لايك. استغفر الله، حتى في مسلسل بنات الملاكمه يقول عن المكياج. اخي انا عندي مشكله مع المكياج يا اخي. مره واحد سال بنت قال لها ايش اسمك؟ قالت له سمر. وانت ايش اسمك؟ قال لها وينتر. مره بنت اسمها شيماء راحت على امريكا صارت اسمها سمثينج. يرحم امك. عيد النكته، عيد النكته. اوكي وصلنا لنهايه الفيديو، وبنفس الوقت رجعنا للتنزيل اليومي. ان شاء الله بكره راح ينزل فيديو بعد. لا تنسون تضغطون زر الاكري تحت اذا مو مشتركين من القناه اشتركوا، واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. ترى انا من الناس اللي تقدر تعبكم انكم تعلقون تحت في الكومنتات وتفاعلون معي، تضغطون زر لايك والاشياء هذه. شكرا لكم. احس انه انا استاهل بس ما ابغى اقول اني انا استاهل لان احس انها شويه يعني. يعطيكم العافيه. سلام يا ولد.